اذا كنشكر شتوكا 24 على الاستضافه لانه منبر اعلامي ممتاز، لانه كيسلط الضوء على مجموعه من المشاكل اللي كتعانيها جهه سوس مصدر من خلال مجموعه من المشاكل اللي كتعانيها بعض الضيعات وبعض الشركات. وكنحيوا جميع العمال والعاملات في اطار هذه الشركه هذه، لان هذه الشركه اليوم صدقت في الاخذ والرد ما بين الباترونه وكاين خدمات الشركه. شركه سو بروفيل جروب روزا فلور سو بروفيل هي شركه ما الاسم ديالها العام هو اغروديب. بالتالي اليوم الباترونه يعني كتنجح واحد السياسه من اجل شنو هي المشاكل ديالكم؟ المشاكل اليوم ان كاين يعني المستنبت البيبينير لانه كيخدم فيه واحد 400 مره و 500 مره اليوم ما كاينش مستجد على هذه الشركه. بالتالي جا قرار من الفوق بانه راه سالت لا كومباني، اذا الباترونه خصهم يجيو مع العمال يريحوا معهم ويعطوهم الاستراتيجي ديال العمل المقبل. وبالتالي كاين الناس اللي كيخدموا في البيبينير يحاولوا ما امكن يشوفوا لهم الحل من فين غادي يخدموا، وكاين الناس عاوتاني اللي كيخدموا في لي فيرم يحاولوا يشوفوا في كل عزله على هاد العمال هادو. شنو هي المطالب ديالكم؟ واش يعني فقط مطلب شغل ديال العام الجاي ولا مطالب؟ حنا في اطار النهضه المغربيه لحقوق الانسان كامين العام ديال منظمه النهضه المغربيه لحقوق الانسان نطالب مجموعه من المسؤولين وكنطالبوا اعلى سلطه في البلاد ان تتدخل تفك العزله على المواطن. لهاد الشركه كتحمل ازيد من 7000 عامل، وفضل هذه الحكومه كنعرفوا بان النسبه ديال التعسفات اللي وقعت من تولي الحكومه في 2011 وصلت 120 الف يعني منصب شغل اللي فقدوه الناس من في القطاع الخاص. يعني بصفتكم كعامل زراعي شنو هي المطالب الحقيقيه ديالكم؟ المطالب الحقيقيه ان نريد الاستمراريه بشكل عام في الشركه. الاخت شكرا. تحيه لكم اخويا. كان الاسم نصر الدين ميلوده. تقريبا شحال دوزتي من العمل مع هاد الناس؟ دوزت هنا يمكن 13 سنه بالخدمه ديال الفرم وديال المكازا. وشنو هما المشاكل اللي كتعرضوا ليها؟ المشاكل اللي كنتعرضوا ليها خدامين بخير وعلى خير تضربوا هاد الباترونه في سميتو ديال العام. مزيان المطلوب ديالكم؟ نوضوا الصداع لي باترون بيناتهم وبيديرونا حنا عصا يضربوا بينا. حنا دابا كنطالبوا لي باترون بيناتهم يفكوا مشاكلهم، وحنا بغينا الاستمراريه ديال العمل حيت كاينين النساء هنا اللي كبار اي شركه مشاو لها ما غاديينش يخدموا. علاش؟ غادي يردوهم. علاش؟ الا انت خدام عند بيرك عندك 50 عام ما غتخدمش عندي. كاين اللي عندها 64 صافي اللي لحقت 45 عام ما كتخدمش في الشركه كيردوها كيقولوا لها ما تخدميش الشركه اللي خدامه فيها هي اللي غتخدمي فيها. كاينين عندنا هنا العيالات راه كاينه. كيفاش لكم المسائل ديالكم يعني التغطيه الصحيه؟ هي خلصوها لينا ولي هذا العام حتى غوتنا عاد خلصوها لينا. ما خلصوهاش لينا من 2013 حتى 2014. انت قلتي 12 سنه وأول عام خلصوا؟ لا لا. واخا اخر كلمه ديالكم شنو كطلبوا؟ اخر كلمه كنطلبوا استمراريه ديال العمل. كنطلبوا لها بيبينيير كتخدم عندنا فيه الناس يشوفوك عا يديروا لها. كتخدم عندنا هنا اكثر من 400 واحد اللي كتخدم. الناس كتخدم في لا بيبينيير شهرين على قدها. خاصهم يعوضوا لهاد الناس ولا يشوفوا واش عا يديروا معهم. المهم يديروا معهم شي حل. ما حنا راه عارفين حنا ماشي قلنا لهم ما نحبسوش خدموا صحه ولا بغينا هادشي نخربوه. لا حنا بغينا نزيدو لقدام. واش الاطار النقابي يعني اللي نتوما منضوين تحت لواء كاين في اجتماع؟ كاين دابا في اجتماع في العمل يعني دابا راه مدخلين. يعني عموما نتوما دابا يعني في واحد الشكل كنستناو الرد احتجاجي ما دايرين حتى حاجه الاخرين. حنا اصلا عندنا اليوم الخدمه مع تسعود. قالوا لينا جيو مع تسعود. الله يسخر لك الخميس الربو قالوا لينا جيو مع تسعود. جينا لقينا البنتاجات محبوسين. حنا هاد الناس بغينا ما يديروا معنا شي التزام ولا شي حاجه يضمنوا لنا الخدمه ديالنا. يشوفوا هاد الناس ديال بيبينيير والله يفرقنا بلادنا. شكرا. حتى لا كومبان حتى لا وقت التصدير غنجيو نباليو. شكرا.